وينضم إلينا منها مراسل الغد أحمد مصطفى ليعطينا صورة عن اليوم الأول للمنتدى. تفضل أحمد. نعم، منذ نحو ساعتين افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال منتدى شباب العالم. هذا المنتدى الذي يأتي في نسخته الثانية وتشارك فيه نحو 162 دولة من دول العالم ومشاركة أكثر من 5000 شاب من مختلف دول العالم. منذ قليل أيضا افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحدى يعني النصب التذكاري، وهذا النصب التذكاري يعني يضم عدد من صور الشخصيات المؤثرة حول العالم من نحو 72 دولة. وهذا المنتدى بالتأكيد متواصل على مدار 4 أيام ليقدم العديد من الفعاليات والعديد من ورش العمل والجلسات، ولكن كانت هناك أهم توصية خرج بها المؤتمر المنتدى الذي لا يزال في بدايته اليوم، وهو مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دول العالم بضرورة الاعتراف بجرائم داعش وإدانتها بشكل كامل. لكن لمزيد من التعرف عن المنتدى عن قرب ينضم إلينا السيد قيس سالم، هو من الوفد العماني المشارك في هذا المنتدى. سيد قيس أرحب بك في البداية، عايز أعرف منك شايف هذا المنتدى في نسخته الثانية إزاي، شايف المشاركة من قبل الشباب، ما المرجو والمأمول من هذا المنتدى؟ نعم، بداية نحن سعيدين جدا بوجودنا هنا مع شباب العالم بين الشباب المصري وفي مصر العربية دولة السلام. سعيدين جدا بوجودنا بتبادلنا الأفكار للتجارب للحلول والقضايا المشتركة بين الشباب العربي وكذلك بين الشباب العالمي. المؤمل من هذا المنتدى أن يساهم في فتح الآفاق بين الشباب العالم في تداخل العلاقات، كذلك تبادل الثقافات فيما يخص القضايا المشتركة وكذلك القضايا العالمية. أن نخرج بحلول شبابية قابلة للتطبيق هو هدف أساسي، وهو الأمر الذي نعول عليه في هذا المنتدى إن شاء الله. أيضا ينضم إلي السيد إدريس محمد، هو أيضا من شباب الوفد العماني الذين شاركوا في جلسات هذا المنتدى. سيد إدريس، يعني هل شاركت في النسخة الأولى من المنتدى أم أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في المنتدى؟ منتدى شباب العالم في نسختي الحالية تكون أول نسخة أشارك فيها. شخصيا شاركت في العديد من المؤتمرات والمنتديات حول العالم، لكن كلمة حق تقال، هذا المنتدى عند احس انه من اقوى، راح يكون من اقوى المنتديات. اللي ما المختلف يعني، بما انك شاركت في العديد من المنتديات حول العالم، ما المختلف في منتدى شباب العالم المقام في مصر عن غيره من المنتديات في مختلف دول العالم؟ نقدر نقول من كل النواحي، من نواحي تنظيميه، من نواحي امنيه، من نواحي على مستوى قيادات شابه وقيادات رسميه، متأملين في المحتوى نفس الشيء يكون على مستوى كبير جدا، يعني كله على بعضه ما شاء الله. يعني نفتخر في مصر الشقيقة وفي الشباب المصري على قدرتهم في إخراج فعالية من هذا النوع بهذه القوة. أشكرك شكرا جزيلا، ويعني بالتأكيد هذه الفعاليات التي ستستمر على مدار 4 أيام وتناقش العديد من القضايا التي تهم الشباب وتهم الوطن العربي. هناك جلسة ستعقد غدا وهي نموذج محاكاة للقمم العربية والإفريقية، ستعقد داخل أروقة هذا المنتدى وداخل هذا المبنى من أجل التعرف على القضايا المشتركة التي من الممكن أن تهم قطاع الشباب وكيف يمكن أن يتم إيجاد حلول لها خلال المرحلة القادمة. نعم نعم، أحمد مصطفى مراسل الغد من شرم الشيخ حيث انعقاد المنتدى الثاني لشباب العالم، أشكرك على هذه التفاصيل وشكرا لضيوفك.